لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول ترويض الشهوة، ومع الجرعة الثانية أو الوسيلة الثانية من وسائل زيادة حب الله عز وجل تعالى في القلب لترويض الشهوة وإصلاح السلوك وتحقيق الاستقامة، ألا وهي التقرب إلى الله تعالى بالنوافل. وقلنا هذه الوسيلة تشتمل على ثلاثة أمور حتى نحقق منها تمام الاستفادة. أولها معرفة فوائد النوافل بالنسبة للعبد وثمراتها، معرفة فوائد النوافل بالنسبة للعبد وثمراتها، وقد تكلمنا عن هذا في أول لقاء. الثانية معرفة النوافل نفسها، أعني ضرب الأمثلة، أمثلة للنوافل التي نعنيها، سواء كانت نوافل متعلقة بالعبادات فيما بين العبد وبين الله، أو فيما بين العبد وبين الناس، وهذه أيضا تكلمنا عنها وذكرنا بعض الأمثلة في اللقاء السابق. الأمر الثالث النماذج، أي نماذج على اجتهاد السلف في النوافل. وحديثنا الليلة عن النقطة الثالثة، وبين يديها بعض الضوابط المهمة حول مشروعية الاستكثار من النوافل. بمعنى، هل يجوز لي أن أجتهد في نافلة من النوافل وإن خالفت السنة؟ يعني لم يكن فعلي مثلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في كل الأحوال يكون ممنوعا؟ وهل يصل إلى حد البدعة؟ لو أن إنسانا مثلا داوم على صلاة الضحى، وقد ذكرنا في المرة السابقة اختلاف العلماء في ذلك، هل المداومة عليها من السنة أم السنة ترك المداومة؟ وذكرنا أن الراجح المداومة، وألا مانع من ذلك. أقول لو أن إنسانا داوم عليها، هل يخرجه ذلك إلى حد البدعة؟ أو نافلة أخرى من النوافل داوم عليها الإنسان، هل يجوز للعابد أن يجعل لنفسه وردا خاصا يديمه ويواظب عليه؟ وأسئلة أخرى ربما نتعرض لها. لذلك أقول هذه المسألة والقاعدة التي أبدأ بها هذا اللقاء حول ضوابط الاجتهاد في النوافل، هذه المسألة من الأهمية بمكان، إذ يترتب عليها كل ما سيأتي من أمثلة سلفية ومعاصرة. هذه بعض الضوابط التي ذكرها علماؤنا بين يدي اجتهاد السلف في العبادات. يقول الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في موسوعته الطيبة صلاح الأمة في علو الهمة، وقد ذكر عدة ضوابط ثم أجمل فقال: فالاجتهاد في العبادة جائز بعشرة شروط. الاجتهاد في العبادة جائز بعشرة شروط. الأول، ألا يحصل له ملل يفقده لذة العبادة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه. ألا يحصل للعابد ملل يفقده لذة العبادة، ليصلي أحدكم نشاطه، في قصة زينب لما قامت تصلي فكأنها أرادت ألا تكسل أو تفطر، فأمرت بحبل فشد بين ساريتين، فكانت تصلي بالليل فإذا فترت أو ضعفت تعلقت بالحبل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي فإذا فترت أو كسلت تعلقت به، قال: حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو كسل فليرقد. الضابط الثاني، أن يكثر حسب طاقته،
ودليله عليكم من الأعمال ما تطيقون، أو اكلفوا من الأعمال ما تطيقون أو من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، كما عند مسلم وأبي كما عند أبي داود وعند مسلم بنحوه. وفي البخاري عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الثالث ألا يفوت ما هو أهم، ويدل عليه قول عمر رضي الله عنه: لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وقد مر على بعض أصحابه فوجده، يعني مر عليه لما وجده لم يشهد معهم صلاة الصبح، فمر عليه فأخبرت أمه أنه بات يصلي يعني صلاة الليل، فبالتالي غلبته عينه فنام عن الفجر. فقال عمر: لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. يبقى لا يجتهد مثلا في نافلة فيضيع في مقابل ذلك فريضة، لا، نقول قلل من النافلة طالما سيؤدي ذلك إلى تضييع الفريضة، لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، بل هي الأوجب، هي الواجب المقدم. الرابع ألا يضيع حقا شرعيا، ألا يضيع حقا شرعيا. مثال عبد الله بن عمرو أصدق ابن العاص لما زوجه أبوه من امرأة من قريش فما مسها وما قربه، فلما جاء يتفقد أبوه حالها قالت: نعم العبد لربه، يعني ما مسها إلى الآن، فعضه عمرو بن العاص بلسانه وعاتبه، ثم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله: كيف تصلي، كيف تصوم، يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك إيه عليك حقا، وإن لزورك الوزائر عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال ابن عمرو: فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. خد بالك من الضابط ولا إيه، عشان هنلاقي نماذج في حياة بعض السلف الزيادة على ذلك. قلت: وما كان صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر، يعني كان يصوم يوما وإيه كذلك. تدرج معه في تلاوة القرآن، كان يقرأ القرآن كل ليلة، فتدرج معه حتى وصل إلى 7، أن يقرأ القرآن كل 7، يختم ما نزل من القرآن كل 7. كذلك بالنسبة لقضية القيام أمره أن يقوم وإيه وينام، أن يقوم وينام، فهذا هو خير الهدي، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه عبد الله بن عمرو. فربما اجتهد الإنسان مثلا في قيام الليل وضيع حق زوجه، فهذا يكون آثما. كما ذكروا أيضا عن أبي الدرداء أنه كان كثير العبادة وكثير الصيام، حتى ترك أم الدرداء متبذلة، فلما جاء سلمان ولعل ذلك قبل فرض الحجاب ورآها كذلك سألها، قالت: أخوك أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الإيه، طب النهار صايم وبالليل قائم، فين بقى زوجته؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له مثل ما قال لعبد الله ابن عمرو بن العاص، وقال يعني صدق نصيحة سلمان لما قال له: إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك إلى آخره، قال صدق إيه، صدق سلمان. ومن ذلك ما يذكر عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنه منذ استخلف ما اغتسل من جنابة ولا احتلام. فكيف يفهم هذا الأثر؟ نعم، إذن أولا يعتذر لأمثال هؤلاء الكبار، ونحن لا نطعن في أحد من السلف، ولكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما كان له يعني أمر آخر، ربما كان هناك شيء لا نعرفه، ولكن نحن لا نقر ما يخالف السنة وما فيه تضييع حق من حقوق الغير. فلا يأتين شاب مثلا ويقول أقتدي بعمر فيترك زوجه مثلا لا يأتيها، ويقول ما اغتسل عمر من جنابة ولا احتلام منذ استخلف. نحن لا نعرف ما السبب، الله أعلم.
ولكن لو ترتب على اجتهادك في العبادة تضييع لحق شرعي فهذا لا يجوز. ثم ليس في هدي أحد قدوة ولا أسوة سوى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتعجب من بعض الكتب التي تأتي بأخبار السلف، فيأتي بأخبار عجيبة جدا أن بعضهم مثلا كان يختم في رمضان 100 ختمة. طب إزاي دي؟ ماشي؟ طب ماشي، جزاه الله خيرا وتقبل الله منه. النبي بقى كان حاله إيه؟ صلى الله عليه وسلم، وحال الناس إيه؟ عشان كده نقول شوف السند أولا، هل هذا ثابت فعلا؟ هل هذا سنده صحيح؟ فلو صح السند نقول خير الهدي هدي محمد. وهو القائل لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يستزيد قال لا أفضل من ذلك. إذن الأفضل ما دل عليه وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني لا يعني ذلك أن من خرج عن ذلك فقد وقع في البدعة، ليس في كل الأحوال. الخامس ألا يبطل رخصة شرعية كما ظن الرهط الذين تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ألا يبطل رخصة شرعية، لأن البعض ربما يجتهد في العبادة ثم كأنه يقنن ذلك للغير، مش عايز أقول يشرع، لعله يعني يزهد بذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يرغب عنها. يعني مثلا إنسان لا يأكل اللحم، إيه حكمه؟ مفيش مشكلة، وخصوصا مع الغلاء اللي الناس فيه، تمام. لكن لو هو كان لا يأكل اللحم زهدا، لا كده بقى أنت إيه بتتعبد، يبقى لا يجوز، لأن الأفضل منك والأزهد كان يأكل اللحم. مش عايز تاكل لحم ما تاكلش لحم، لكن اللي انت تزعم ان ده من الدين وان ده زهد، بعد كده رغبت عن السنة. انسان لا يتزوج النساء، خلاص ليست له رغبة في النساء، والعلماء اختلفوا في حكم النكاح، هل هو واجب ام او يعني هل هو مستحب ام مباح. والراجح انه مستحب للامر به، من استطاع منكم فليتزوج، يعني اقل احواله الاستحباب. من العلماء من قال هو مباح، يعني من أراد فعله يفعله، من لم يرد لا شيء عليه، تمام. لكن ربما يكون إنسان ليس له في النساء وليس له حاجة في النساء، خلاص لم يتزوج. وربما ورد عن بعض السلف وبعض العلماء أنهم تركوا النكاح كابن تيمية مثلا والنووي وغيره، حتى جمع بعضهم العلماء العزاب في رسالة، هل هذا يصير قدوة نقتدي به؟ أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأتزوج النساء؟ فرق بقى بين واحد لا يتزوج النساء هو مش عايز، واحد لا يتزوج النساء يشرع ذلك أو يقنن ذلك وأن ذلك مما يتقرب به إلى الله، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ألا يبطل رخصة شرعية وحديث الثلاثة الذين تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس ألا يوجب ما ليس بواجب شرعي. ألا يوجب ما ليس بواجب شرعي، يعني لا يوجب على نفسه شيئا ليس بواجب أو لم يكن واجبا، كفعل ابن مضعون. والأمثلة مهمة، خدوا بالكم مع الضوابط. لما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء أرادوا أن يقطعوا دابر الشهوة، هي دروسنا دي كلها أنتوا فاكرين من أول ما بدأنا بنتكلم اسمها فواتح شهية للجوعة، بنتكلم عن مثيرات الشهوة سواء كان النظر للحرام، كان المصاحبة والكلام على الفيس وما هو أكثر من ذلك من الحب والعلاقة المحرمة وما هو أشد كفعل الفواحش إلى آخره. فإحنا عايزين ناخد بإيد الشباب ونستفيد برضو كلنا، لأن مشكلة الشهوة مشكلة كل الناس، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فعشان كده بدأنا نتكلم إيه علاج المشاكل دي وإيه علاج فتنة الشهوة، فتن الشهوات. فبدأنا نتكلم عن علاجها بالخوف، وبعد كده بنتكلم عن علاجها بالحب اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقت. فسبقنا السلف إلى علاج، ألا وهو الاختصاء. عارفين الاختصاء اللي هو إيه؟ الاختصاء في الحيوان رد الخصيتين، اللي هو واحد عنده خروف عايز يجيبه عشان يشيل لحمة، تمام كده، فضرب الخصية أو قطع الخصية حتى لا إيه؟ لا ينزو على النعجة، يعني ما متجوزش، يبقى قاعد إيه بس اللحم بس كده عزابي كده عشان إيه، تمام كده؟ فهل يصلح ويصح ان يفعل الانسان ذلك؟ طب ده بيفعل بالحيوان، هل ينفع شاب يعمل كده عشان يقطع دبر الشهوه ويقضي على شر الشهوه؟ تخيلوا الصحابه من حبهم لربنا وعلو همتهم استاذنوا النبي انه يعملوا كده. انا مره بقول للشباب ده لو وافقهم كان زماننا احنا رحنا في الكاكولا
الأزوزة زي بيقول. ليه؟ لأن أنت هتبقى دايماً حاسس بالنقص، إمتى أوصل للدرجة دي اللي أنا أعمل العملية وأخلص؟ ليه؟ لأن دي قمة التعبد بقى والتحنث، خدت بالك؟ لكن الشرع ما جعلش العلاج كده، إن أبقى العبد على ما هو عليه من بقاء هذه الشهوة فيه، ثم شرع له المجاهدة، إن أنت تجاهد نفسك وتزم هذه الشهوة وهذه النفس الأمارة بالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وترتقي بالإيمان، حتى ربما شارفت الوصول إلى يعني أو القرب من صفات الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، مش هتبقى معصوم ولكن يصل إلى درجات عليا في العبادة والتلذذ بالعبادة والأنس بالله سبحانه وتعالى، والبعض ربما يصل إلى حمأة الطين ويتلطخ بالشهوات والمعاصي ونحو ذلك، لكن العباد ما بين مقل ومستكثر. لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاختصاء. ابن مضعون قال: استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصاء فلو أذن لنا لاختصينا. خد بالك الصحابي لما يقول كلمة هينفذه، لكن النبي اللي ايه؟ اللي منعهم. عشان كده قال ألا يوجب ما ليس بواجب شرعي. السابع: أن يأتي بالعبادة المجتهد فيها بتمامها، بدليل لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يبقى اللي هيختم 100 ختمة في رمضان يبقى في اليوم كم ختمة؟ ده في بقى كمان في 3 ختمات من بعد العشاء للفجر. طب هيختمهم ازاي؟ هتبقى القراءة انا معاك، في دور تحفيظ قرآن بيعملوا ختمات مراجعة وتثبيت الختمة في 5 ساعات، بس ما تعرفش تسمع ولا حرف، اللي هو ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. طب ايه؟ هنقول بقى ان البعض السلف اللي يذكر عنه الاجتهاد ده كان بيقرا كده، طب ايه ثمارتها؟ لو انا قرات القران بالسوره دي ايه الفايده؟ خطبه. وبعدين هم مش ما كانوش بيراجعوا ده، كانوا بيتقربوا الى الله بكده، يعني واحد بيتعبد، واحد بيتلذذ. طب انا حاجه حلاوه القران وانا بقرا بالسوره دي؟ صعب جدا. عشان كده بنقول الالتزام بضوابط السنه هيريحك، وفي نفس الوقت هتلاقي معاه ثمره العباده كما سننقل من كلام ابن القيم رحمه الله. الثامن: أن يداوم على ما يختاره من العبادة، بدليل أحب الأعمال إلى الله أدومها. اخترت لنفسك أوراد يبقى تداوم عليها. طب أنا عايز أكتر، حط أصل وأساس ما تنقلش، ما تنقصش عنه، تزيد لكن ما تنقصش. يعني مثلا ليك ورد قيام ليل 4 ركعات كل ليلة، طب عايز أزيد، زيد براحتك. صلاة الليل مثنى مثنى، أصلي 100 ركعة صلي، لكن ما نقصش عن كام؟ عشان احصل فضيلة احب الايه؟ الاعمال الى الله ادومه. في الصيام كده، احط لنفسي ورد صيام 3 ايام كل شهر. طب عايز ازيد، قدامك لحد يوم وايه؟ يوم ويوم. طب عايز ازيد عن كده؟ مش هقول حرام، خد بالك، لكن هنقول خلاف السنة. وان كان بعض السلف قد فعل، بل ونقل عن بعض الصحابة، لكن نقول خير الهدي، لانه قال لا افضل من ذلك. حتى العلماء اللي اتكلموا عن حكم الصيام قالوا ان الصيام النافع فعلا اللي يؤثر على النفس ويهذب النفس هو صيام داود، اللي هو يوم ويوم. لكن المتصل ده كأن النفس لا تشعر بأثره، خلاص اعتادته، زي واحد اعتاد السهر طول الليل فالأمر بالنسبة له عادي ما بيأثرش. لكن لما يخالف النفس، صايم النهاردة بكرة مفطر، صايم بعد، خد بالك، زي ما واحد نازل ضربات للي قدامه فمش ملاحق، غير لما يعتاد على ايه؟ على حاجة واحدة، خدت بالك؟ عشان كده بنقول أن يداوم على ما يختاره من العبادة، بدليل حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها. التاسع: أن يجتهد بحيث يورث الملل لغيره، ألا يجتهد بحيث يورث الملل لغيره. ألا، خد بالك، مش أن، في لا، ألا يجتهد بحيث يورث الملل لغيره. أخذا بحديث: إذا صلى أحدكم فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. يبقى عايز تجتهد في صلاة الفريضة مثلا وتطول، أو حتى تجتهد أن أنت تطبق السنة على عينها وعلى وجهها، هذا الأمر مرتبط بحال المأمومين. طب المأمومين قافلين المحلات وجايين يصلوا، فلو أنت صليت مثلا المغرب بالأعراف، وده ثابت في السنة، أحيانا كان يطيل صلى الله عليه وسلم صلاة، أحيانا، مش الإيه؟ مش الغالب، مش الأصل، الأصل قصار المفصل.
طب انا احيانا عايز اطبق السنه دي، طب هتصلي بالاعراف هتخلص امتى؟ قبل العشاء مثلا بربع ساعه بتلت ساعه، تمام كده؟ طب وبعدين الناس ممكن تبطل صلاه خالص. طيب انت عايز اجر سنه، بس هيترتب في المقابل ايه؟ ضرر ومفسده بترك الناس الصلاه مثلا، وما يجيش المسجد بتاعه الى اخره. لا، يبقى نخليه يصلي بالصور القصيره وايه ويجي، بدل ما يهجر الصلاه. يبقى ما تسببش الملل لغيرك وما تضرش غيرك، ما تؤذيهوش. ودليل كمان حديث سيدنا معاذ لما صلى بقومه صلاة العشاء فقرأ البقرة، قرأ بالبقرة، فانفتل رجل وصلى بمفرده ثم انصرف وراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فشدد عليه صلى الله عليه وسلم جدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخف، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. العاشر: ألا يعتقد أنه أفضل عملا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تقليل العمل تشريعا لأمته حتى لا يفرض عليهم. ألا يعتقد أنه أفضل، أنه أفضل عملا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تقليل العمل تشريعا لأمته حتى لا يفرض عليهم. هذه العشر الضوابط مختصرة من كتاب بعنوان إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام أبي الحسنات اللكنوي رحمه الله تعالى. وعنه أيضا نقل الدكتور المقدم في كتاب علو الهمة الطبعة الجديدة، لأن الطبعة القديمة ما فيهاش الضابط ده. يعني هو بيتكلم عن علو همة السلف في العبادة والاستقامة، قال تنبيه: اعلم وفقك الله لما راضيه أن الإكثار من العبادات والرياضات والمجاهدات ينبغي أن يتقيد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولذا ضبطه العلماء بشروط، منها ألا يحصل منها ملل يفوت حضور القلوب، ولا يتحمل منها إلا ما يطيقه، ولا يفوت ما هو أهم منها وأكثر ثوابا، ولا يضيع حقوق الغير من أهل وولد وضيف وغيره، وأن يوفي العبادة حقها بتدبر وإحسان، وأن يلتزم منها القدر الذي يداوم عليه دون أن ينقطع. تقريبا ملخصة من العشرة دول. ولو فعلا طبقت أنت الشروط دي هتلاقي نفسك التزمت هدي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الضوابط تعالوا نضرب أمثلة على اجتهاد السلف في التنفل، والأمثلة يعني سأحاول فيها الاستيعاب، يعني سأذكر أمثلة على اجتهادهم مثلا في نوافل الصلاة، في نوافل الصيام، في نوافل الحج والعمرة، في نوافل الزكاة، اجتهادهم مثلا في حسن المعاملة بينهم وبين الناس، سداد الديون عن المعسرين، أو مثلا قضاء حوائج المحتاجين وغير ذلك من الصور كما سنرى بإذن الله تعالى. نبدأ ببعض النماذج التي ذكرها الدكتور المقدم في طبعته الجديدة في كتاب علو الهمة. يقول عن معمر عن ثابت عن ابن أبي ليلى قال: تزوج رجل امرأة ابن أبي رواحة. ابن أبي رواحة ده إيه؟ صحابي. فواحد بعد ما مات تزوج من امرأته، فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته. اللي هو بقى العنوان الكبير اللي موجود في كتب السلف في حرصهم على استطلاع أحوال المجتهدين الناسكين. ليه؟ ليقتدوا بها. العمدة في كده حديث مين؟ اللي هو الإنسان بيفتش عن أحوال العباد، جه في حديث مين؟ أي عبد الله بن عمرو مش ابن عمر، لما قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، تمام؟ فمين اللي راح عشان يشوف أخباره وأحواله في البيت؟ عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو، اللي هو إيه بين الصحابة؟ اللي هو معروف من عباد الصحابة. فحاجة عجيبة، يعني من أكتر واحد عبادة في الصحابة اللي احنا لسه سامعين قصته، كان بيصوم كل يوم ويصلي كل ليلة ويقرأ القرآن كل يوم، ورايح يشوف الراجل ده بيعمل إيه. طب هتعمل إيه تاني؟ سبحان الله، عجب. صحابة النبي دول نماذج عجيبة فعلا، يعني شايف اجتهاده إيه ورغم كده كأنه لا يرى أنه يفعل شيء. طب أنا وأنت اجتهادنا إيه؟ مطالعين بيه في السماء. وفي زيي؟ أنا راجل بصلي الصلاة الخمسة كلها، خمس صلوات والله في المسجد، خمس صلوات
ما شاء الله تبارك الله تبارك. غير بقى اللي هو مثلا اجتهد شويه نوافل ولا حاجه خلاص نفخ اتفق حاجه كبيره. عشان كده انا عايز اختم ان شاء الله لو تيسر خلصنا الدرس النهارده او لو في نص تاني هنكمله الاسبوع اللي جاي بكلام جميل جدا لابن القيم يعتبر من الضوابط، بس يجي بقى في الخاتمه اللي انت حتى لو اجتهدت في العباده لازم ضوابط عشان ما تضيعش عليك ثمره الاجتهاد ده وتطلع في الاخر ما خدتش حسنات او ممكن تبقى سيئات كمان. كلام جميل جدا هننقله في اخر اللقاء ان شاء الله. قال: لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته، فذكرت له شيئا لا احفظه، غير انها قالت: كان اذا اراد ان يخرج من بيته، عايزين نقتدي، مش عايزين نقعد سميع، شوف انت هتطلع من الدرسين دول بايه. كان اذا اراد ان يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. إيه دليلها؟ حديث إذا خرج أحدكم من بيته فليركع ركعتين، وإذا دخل فليركع ركعتين تقيه مصارع السوء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ودي من السنن الغائبة، إن الإنسان إما يجي يطلع من البيت يصلي ركعتين تقيه مخرج السوء، وإما يدخل البيت يصلي ركعتين تقيه مدخل السوء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا بنتكلم على نوافل، لأن أنا عارف ان غالب الناس اللي بتحضر الدروس دي او بتسمعها يقول لك انت عقدتنا يا عم الشيخ، ايه اللي بتقوله ده؟ هو انا قلت لك يا عم اعمل زيهم؟ انت مواظب ومحافظ على الفرائض، جزاك الله خيرا. من صلى الصلوات الخمس في جماعه فقد ملأ البر والبحر عباده، كما قال سعيد بن جبير. انت بقى عايز بدل ما تبقى بتحب ربنا تبقى محبوب من ربنا، بنقول لك الباب اهو، وعلى قد ما تقدر شيل. قدرت تجيب ركعتين قيام ماشي، بقوا اربعه، بقوا عشره، بقوا ميه، كلهم بحسبه. تمام كده؟ التفاوت في الدرجات هنا هيبقى في تفاوت فين؟ درجات في الجنه. تمام. من ذلك ايضا، وده عمده في الحقيقه انا كنت عايز ابدا بيه بس ما، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر: يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام. حط خط تحت أرجى، خد بالك احنا بنتكلم على نوافل ولا فرائض؟ نوافل اهو. فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه، يعني صوت النعل لما يمشي الانسان بيزيق كده، فبيقول انا سمعت صوت نعليك في الجنه، ماشي كده. فقال: ما عملت عملا ارجى عندي ان من اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند أحمد: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. يبقى دي فايدة، دي فايدة ممكن تضيفها في فوائد النوافل اللي قلناها في أول درس. من فوائد النوافل تحصيل وتحقيق القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، صح؟ لأن بلال النبي شافه في الجنة هو بين يديه. طب أرجى عمل يا سيدنا بلال، العمل ده كان يرجوه، يرجو الله عز وجل أكثر رجاء في هذا العمل. طب إيه الصعوبة فيه؟ إن الواحد مننا بعد ما يحدث يدخل الحمام يتوضأ ويصلي ركعتين، يصلي أربعة، يصلي حسب ما يتيسر. عملتها مرة وكسلت مرة تانية، بس إيه؟ خد نفسك بالمجاهدة، ده يوصلك للجنة بإذن الله تعالى. من المواقف أيضا، قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ شوف التفتيش، بيدوروا كان بيعمل ايه، مش بقى مش موضوع شهوات بقى، وبيصرف كام وبياكل منين ومن انهي مطعم وجايب هدومه دي منين. الناس انشغلت دلوقتي بحاجات تانية خالص، بيسألوا ايه عبادته في البيت. قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. اللي هو الوضوء لكل صلاة دي سنة، طالما صليت بالوضوء يبقى من السنة ما تيجي تصلي صلاة تانية ما تصليش بنفس الوضوء، تعمل ايه؟ يستحب ان انت تجدد الوضوء. تمام. وايه كمان؟ والمصحف فيما بينهم، ده طبعا مبني على ان انسان وقته يسمح، على المعاش او مثلا شغله ما فيهوش متابعة او الى اخره، مش هيجي بقى في الوردية ولا في المكتب في الوظيفة يفتح المصحف ويقرأ قرآن والموظفين وفين طوابير. ايه يا بني ادم انت هو بخلص وردي، يعني انا اسيب وردي وانت عشان اخلص لكم اوراقكم؟ انت ما ينفعش كده اصلا، انت بتعمله ده يوقعك في الاثم، لان الوقت ده ملك للناس، ما ينفعش تأدي فيه حاجه خارجه عن العمل تضر بالعمل، الا لو كان ما تضرش بالعمل ومتناسبه معاك ككثره ذكر او مراجعه او خلاص لا مانع. وقال مجاهد: ما كان باب من العباده يعجز عنه الناس الا تكلفه ابن الزبير. ليه؟
يحب التميز، مش قادرين أصلي أنا، مش قادرين يجاهدوا أجاهد. شوف ضرب مثال: ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة، كما في السير للذهبي. بيقول لك جه سيل يعني حوالين الكعبة، فابن الزبير الناس كلها طبعا سيل، الناس هتعمل ايه؟ كله قاعد، كله هرب. ده بقى راح جاي يطوف وهو بايه؟ بيعوق. يكتب لي ثواب الطواف وانا ايه؟ اعوم وانا اسمع. ما انا ما حدش بايه؟ ممكن يكون حدش عمل كده اسبق الناس. في حد طاف سباحة؟ ايوه حد طاف سباحة يعني؟ مش عارف. تمام. وعن جعفر قال: سمعت المغيرة بن حبيب أبا صالح ختن مالك بن دينار، الختن اللي هو كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وزوج البنت وزوج الأخت ونحو ذلك، يقول: يموت مالك بن دينار وأنا معه في الدار لا أدري ما عمله. مستكبرها دي، زي أنا أبقى قريب منه كده ومش عارف عمله إيه. طب خلاص يبقى لازم أرصده معايا يا عم الشيخ، عايز أرصده أشوف عمله إيه. قال: فصليت معه العشاء الآخرة ثم جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون الليل، يعني كأنها ليلة من ليالي الشتاء طويلة مثلا. قال: وجاء مالك، هو بيظن بقى نايم، خد بالك ده بيراقبه يشوف عبادته بالليل شكلها إيه. أنا نفسي أتكلم عن مشايخنا الشيخ محمد والشيخ ياسر والشيخ سعيد حماد في عبادتهم فعلا، بس ما منعين اللي احنا نتكلم عنه. بيقول لما نموتوا بقوا تكلموا عننا. سبحان الله، حاجة عجب فعلا. شوف الشيخ سعيد حماد اللي فوق الستين، لا ده ممكن يكون عدى وصل السبعين تقريبا، ومرة وإحنا في محاضرة في طنطا فقال الإخوة عضو هقول لكم إحصائية عن الشغل بتاعنا في خارج مصر في الدعوة إلى الله، فقعد يتكلم ويجيب مقاطع وفيديوهات وبتاعه، وفي الاخر قال المحصله يعني كامل كام سنه دعوه دول، قال وصل عدد المسلمين الجدد 200,000. تخيل، ده راجل معانا اهو، ان شاء الله اجيبه لكم يعمل محاضره ويوريكم المناظر وتشوفوا ال 200,000. طب انا وانت كم واحد اسلم على ايدينا؟ مش هقول لك بقى كم واحد اسلم، طب كم واحد مسلم بقى مؤمن؟ رفعت مستواه، ما بيصليش خليته يصلي، ما بيقرأش قرآن خليته يقرأ، خليته يحضر حفظ قرآن في دار إلى آخره. عايزين نشتغل. فالمهم جاء مالك فقرب رغيفة فأكل ثم قام إلى آخر الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته فجعل يقول، بيدعي ربنا بقى: إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار. هذه العبارة اللي عمال يدعي بيها: إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار. يقول: فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني، يعني إيه؟ نام. ثم انتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر رجلا من طول القيام بقى والتعب، تتبالك، ويقول: يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار، فما زال كذلك حتى طلع الفجر. دعوة بس طول الليل عمال إيه؟ يدعي بها ويتضرع. من ذلك أيضا ما ذكره ابن وهب عن الإمام سفيان الثوري، قال: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب. طبعا الناس دي قاعدة في الحرم على طول، لكن انت بتروح الحرم في حج في عمرة، والعجيب احنا لما نروح الحرم في حج وعمرة اصل انا رجلي وجعاني والعمرة كسرتني، واحنا بقالنا كم يوم مسافرين، كم ساعة اقصد، بيجوا طيران بقى، نريح بس كده وبعدين نبقى نشوف العبادة هنعمل فيها ايه. مع ان انت المفروض تغتنم فعلا الدقائق والثواني اللي انت فيها في الحرم في اعلى ما يكون. ليه؟ لان انت المكان ده افضل مكان في العالم، اقدس واطهر وابرك مكان في العالم مكة، فالمفروض اللي انت تبقى على اعلى مستوى عبادة في المكان ده، يعني اللي ما بتعملوش في بلدك المفروض ايه؟ تعمله هنا. وحال كتير من المعتمرين مش كده، يا دوب لو صلى الخمس فروض في الحرم ده كتر خير، وفي ناس بتصلي في الفندق وناس بتصلي تحت البيت وناس بتجمع صلاة مع صلاة وناس بتروح جدة عشان تتسوى اجيب رخيص بدل ما اشتري من مكة، وسيب احب البقاع الى الله ويروح لاشر البقاع والدنيا حلوة، خلي بالك. لكن دول بقى اخبارهم ايه في العبادة؟ رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرجع حتى نودي بالعشاء، يعني خد له سجدة من بين الايه؟ المغرب والعشاء. بيقول ايه ده؟ بيدعي بيقول ايه؟ واطول مده انا وانت دعينا فيها كانت كام دقيقه؟
الناس ما بقتش تدعي دلوقت، يا دوب بس يرفع ايده كده دقيقتين ايده وجعته، ما عندوش حاجه يقولها. ليه؟ لان ما عودناش نفسنا نحفظ ادعيه. شغل ادعيه في البيت عندك، حط ادعيه على الجهاز على الصب عندك، حط ادعيه على التليفون، خلي كتاب مختصر النصيحه في جيب، حفظ اولادك، اكتب ادعيه على السبوره في البيت. حفظ الادعيه ده بيخلي الانسان يعرف يناجي ربنا بدل الانسان الاخرس اللي مش عارف يقول ايه. هتحتاج ده خصوصا في الثلث الاخير من الليل، في ساعه الاجابه يوم الجمعه، في يوم عرفه، في حج، في عمره، الى اخره، عايزه تدريب. وقال احمد بن يونس: حدثنا علي بن الفضيل قال: رايت الثوري ساجدا حول البيت فطفت سبعه اشواط قبل ان يرفع راسه. سجده ثانيه اهي، خد هو سبع اشواط وهو لسه ايه؟ وهو لسه ساجد. وقال هشيم تلميذ منصور ابن زاذان: كان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. إيه معناها؟ وصل للطب زي ما يقولوا. خدوا بالكم من ملاحظة مهمة كنت عايز أقولها في الأول بس نسيت. اوعى تقرأ الأمثلة دي أو تسمعها وتصب إحباط ويأس، لا، خدها رفع لهمتك، بمعنى إن دول ما يلزمش إن طول عمرهم كانوا كده. هم دول زي وزيك وكانوا بيجاهدوا نفسهم، وبعضهم كان قبل ما يبقى كده كان حاجة تانية، زي الفضيل مثلا كان قاطع طريق وكان السبب في توبته آية سمعها تقرأ فتاب وأناب وصار من سادات العابدين. وبعضهم ممكن يكون الحال ده قبل ما يموت بسنين أو بأيام أو بشهور، ومع كل اللي بنقوله ده كان عندهم ذنوب وسيئات ولا ما كانش عندهم؟ بس ما فيش كتاب يقول لك سوءات السلف مثلا، هو الكتب كلها بتجيب ايه؟ حسناتهم. فانت يبقى فاهم المعنى ده، وان انت عشان توصل للوصلوا له محتاج وقت ومحتاج مجاهده ومحتاج صبر، وسواء وصلت او ما وصلتش خليك على طريق المجاهده. لو قيل له ان ملك الموت على الباب ما كان عنده زياده في العمل. مش بقى ملك الموت على الباب، طب انا لسه ما صليتش الفجر، الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9. لا، ملك، طب انا بس اقفل الصفحه بتاعتي، انا كنت بكلم البيت ولا مش عارف. طب ملك الموت على الباب، طب ما صليتش امبارح قيام ليل، طب انا ما قريتش الورد النهارده. وشوف بقى لو واحد مننا فعلا اتقال له ملك الموت على الباب هيقول يتفضل انا جاهز، ولا هيبقى الرد ايه؟ هو هنا بقى مربط الفرس، انت تبقى جاهز في اي لحظه. اياك وما يعتذر منه، لا ما عندوش زياده هو في العالم في العمل. وكان يصلي، شوف بقى النوافل بتاعته ايه، من طلوع الشمس، يعني بعد وقت الكراهه ما يفوت. ينفع يصلي لحد امتى؟ قبل الظهر بخمس دقائق باربع دقائق لو مقدار ركعه كما قال ابن حجر وغيره. طيب وبعد كده؟ وبعد الظهر لحد يصلي الى العصر. طيب وبعد العصر؟ ثم يسبح الى المغرب. في كده في اللي قاعد مع روح شغله وانا مشغله ده على المعاش، وراء ايه؟ ها؟ وراء ايه؟ وراء ايه؟ اشتغل خلاص، ما انا مش عارف هموت امتى. هو اللي الانسان ما يبص كده لاخونا صادق رحمه الله يتوقع ان يتاخد كده من بين الاخوه؟ لعل ما عند الله خير. لا، اخ قال لي ان هو شافه واقف قدام بناء كبير ولابس ملابس الاحرام، فبيخبط عليه من ورا كده فتلقاه بوجهه البشوش رحمه الله، فقال له بايه؟ قال له غفر لي كل حاجه. فحاجه سبحان الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويلحقنا به على خير. فطبعا ما بنجزمش الحد بشيء، لكن لعلها من البشريات. لكن عايز اقول ليا وليك، ممكن انا او انت الاسبوع الجاي ما نبقاش هنا، تبقى في المنظره او في العمود او خلصت. عشان كده دايما فكر في الموت وفي لقاء الله عشان تجتهد في العباده. وخلي بالك الموت هيجي، هتسيب كل حاجه، مش هتاخد عربيتك معاك ولا وظيفتك ولا فلوسك اللي في البنك ولا عيالك، كل ده هتسيبه. شوف بقى ايه اللي هينفعك وركز عليه. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام، اللي يبص الرجل كده يحس انها ملويه على بعضها من طول الصلاه بالليل، وبلغ من الاجتهاد. لو قيل له ما لو قيل له القيام غدا ما وجد متزيدا، وكان يقول: اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. ودي وردت عن أكثر أو عن غير ما واحد من السلف.
وقال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي أو التميمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا لمريض يعني، أو مشيعا لجنازة، أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله، لا يحسن يعصي الله عز وجل. وقال أبو علي ابن شهاب: سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول: أستعمل عند منامي. يعني أستعمل عند منامي؟ يعني لما بتيجي تنام بتعمل إيه؟ ها؟ تعملوا إيه؟ يقول: أستعمل عند منامي 40 حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهدة، مش فرض مش واجب، بس الناس بتحب ربنا، عايز أسبق أشوف إيه السنن الرسول كان بيعملها. خدت بالك كان بينام إزاي وبيقول إيه؟ هات الكتاب وحطه جنبك على المخدة، وكل يوم قبل ما تنام افتحه اقرأ منه، حتى لو نمت وانت بتقرأ مع الأيام هتحفظ. خد نفسك بالمجاهدة وواحدة واحدة إن شاء الله هتوصل. وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب، مكان في مكة، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، يعني ينام ويقوم يعمل لنفسه ورد قيام، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: أيها الركب المعرسون، يعني النازلون، أكل هذا الليل ترقدون؟ أفلا تقومون فترحلون؟ مش ترحلون تمشوا يعني، لا، يقصد الرحيل للآخرة بقى، الاجتهاد في العبادة. فيتواثبون، يصحوا بعض، فيسمع منها هنا باك، ومنها هنا داع، ومنها هنا قارئ، ومنها هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوت عند الصباح: يحمد القوم السرى. يعني بيشبه ده بالسير الحقيقي، بيقول الناس اللي هي نامت شوية خدت راحة وقامت كملت مشي بالليل هيوصلوا قبل الناس اللي نايمين بالليل وبالنهار، فلما إما تطلع الشمس يلاقوا نفسهم قطعوا مسافة طويلة فيفرحوا. عند الصباح يحمد القوم الإيه؟ السرى، والسرى السير ليلا. وقال عيسى بن عمر: كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور. من عملها دي؟ زيارة ليلية للمقابر، فيقول: يا أهل القبور، قد طويت الصحف وقد رفعت الأعمال. فكر كده فيها، طويت الصحف، خلاص مش هيوصل لك حاجة تاني إلا بقى ما كان من خلال قناة شرعية كولد وعلم ونحو ذلك، ورفعت الأعمال. ثم يبكي ويصف بين قدميه حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح، يعني في الجماعة. وقال أبو المواهب ابن صرصرة في شأن الإمام أبي القاسم بن عساكر أنه لم يرى مثله، قال: لم أرى مثله، ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة 40 سنة. يعني كان ليه طريقة في العبادة مداوم عليها بقاله كام؟ 40 سنة. بيعمل إيه؟ من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر. تقدر تعملها اعمل، أحب الأعمال إلى الله الفرائض، أدي الفرائض بإتقان. وإيه كمان؟ والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة. يجوز الاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ يجوز في أي يوم، بس جمع الناس على الاعتكاف ما يجوزش إلا في رمضان، في غيره عايز اعتكف لواحد اعتكف في أي وقت. وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور، يعني زي ما قلنا في دروس الترغيب والترهيب، كثرة النفقات بقى مش همه الاستكثار من حطام الدنيا. قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وأباها بعد أن عرضت عليه، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة إيه؟ لومة لائم. وقال ابنه القاسم اللي هو عن ابن عساكر نفسه: كان يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة. وكان المحدث الثقة بشر بن الحسن يقال له الصفي. ليه؟ لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة، بقاله 50 سنة بيصلي فين؟ فبقى اسمه عند الناس إيه؟ أهو ده الملائكة بقى لما الإنسان يموت ينادونه بأحب الأسماء إليه، أسماء الإيه؟ أسماء الطاعة والعبادة. فهكذا كان بعض الصالحين ينسب لعمل صالح يلازمه حتى يلقب به، كعلي بن أحمد المقابري البغدادي نسبة إلى المقابر، وعرف بهذه النسبة عدد من العلماء لكثرة زيارتهم الإيه؟
المقابر. والقاضي الخياط عرف بهذا لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة. خياط وظروفي على قدي، أقدر أعمل إيه؟ أخيط للمساكين بإيه؟ ببلاش. وكان علي بن عبد الله بن عباس يدعى السجاد، ليه؟ لكثرة صلاته. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمى بالوتد، لكثرة إيه؟ تشبيها بوتد الخيمة. ومن ذلك لقب الحصري، عارفينه؟ مين؟ محدش عارف. أطلق على الشيخ خليل السيد الذي كان يتقن صناعة الحصير، وكان كلما وجد مصلا بلي حصيره أو بدون حصير أو مفروشا بقش الأرز هرع إليه وفرشه بالحصير الجديد، فاشتهر بلقب الحصري. أي مسجد مش مفروش أو مفروش بالقش، هو شغلته صناعة الحصير، يروح عامل إيه؟ خدت بالك كده؟ يعني أنت بتاع لحمة مثلا، فتعرف إيه بقى تعمل إيه؟ خدت بالك؟ مش كده؟ عندك فطار في المسجد، عندك بتاع، تقول الإيه؟ آه ماشي كده. المهم نكمل بقى معايا ولا إيه؟ فإيه اللي حصل بعد كده؟ يقول فاشتهر بلقب الحصري، ثم رأى في المنام أن عموده الفقري يتشكل ويتدلى عنقودا من العنب. الناس تأتي جماعات جماعات يأكلون من عنقود العنب، وعنقود العنب لا ينفد. شاف في المنام عمود الفقري ونازل منه عنقود عنب، والناس عمالة تيجي جماعات ويأكلوا من العنب ده، والعنب ما بيخلصش. وتكررت هذه الرؤية، فسأل عنها شيخا معبرا، فسأله إن كان له ذرية، فقال ولدي محمود عمره عامان. فقال الشيخ ألحقه بالأزهر يتعلم العلوم الشرعية فسوف يكون له شأن كبير إن شاء الله. وقد كان، فالمقرئ العظيم محمود خليل الحصري رحمه الله شار له شأن كبير في خدمة كتاب الله، وكان أول من سجل القرآن الكريم في مشروع الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم الذي بدأه الدكتور لبيب السعيد رحمه الله برواية حفص عن عاصم 1961، ورواية ورش عن نافع 1964، ورواية قالون والدوري عن أبي عمرو البصري 1968، وأول من سجل المصحف المعلم 1969، ومصحف المفسر اللي هو مصحف الوعظ 1973، وسيرته العطرة وسنته الحسنة ملأ الأرض عبيرها فلا نطيل بذكرها. تعرف أنه هو الوحيد اللي قرأ القرآن في الأمم المتحدة؟ الحصري. وأسلم على يديه من الناس كثرة، أعداد كثيرة رحمه الله تعالى. عشان كده أعظم هدية ممكن تأديها لابنك اللي أنت تحببه في القرآن وتعلمه القرآن، مش بالكرباج، مش بالجلد، لا، تحببه وتشجعه وتحفزه ليكون من أهل القرآن. وقال الحاكم رحلت إلى محمد بن محمد الطوسي مرتين وسألته متى يفرغ للتصنيف في هذه الفتاوى، أنت بتجيب وقت منين تكتب؟ قال جزأت الليل، قسمته فثلثه أصنف وثلثه أقرأ القرآن وثلثه للنوم. حلو كده، ليه؟ أنا ليه حظ لنفسي البدني النوم، وبقيت التلتين التانيين بعمل إيه؟ في الكتابة وفي إيه؟ وفي العبادة. وقال الحافظ قطب الدين الحلبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، عارفين ابن دقيق العيد ده كان منين؟ من مصر، وكان يلقب بدقيق العيد لأنه كان أبيض جميل، فبيشبهوه بالإيه؟ بالدقيق بتاع العيد اللي هي الضوء الأبيض يعني. وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، ويقطعه فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صار السهر له عادة، وأوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله. ووصف سبط بن الجوزي اللي هو حفيده يعني الإمام الزاهد شيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة اللي هو صاحب كتاب المغني، عارفينه؟ قال وصفه، قال إيه؟ كان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة. يقول لك اللي يشوفه كأنه شاف إيه؟ عشان تفهم بقى إن مش قضية أنا خلصت إيه في العلم، ده راجل صاحب المغني اللي هو من الكتب العظيمة جدا في الفقه الحنبلي الموسوعة، أو ممكن تقول أعلى الكتب المؤلفة في الفقه الحنبلي، ورغم كده شوف اجتهاده في العبادة كان عامل إزاي. يقول كأن النور يخرج من وجهه كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن.
كل يوم وليلة ليه سبع القرآن يخلصه، ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة. وقال أيضا: شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد ما نرويه عن الصحابة والأولياء والأفراد، فأنساني حالهم أهلي وأوطاني، ثم عدت إليهم على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة، صلى الله يجمعنا بهم في الجنة. وقال ابن النجار: كان الشيخ موفق الدين شيخ الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل شديد التثبت دائم السكوت حسن السمت نزيها ورعا عابدا على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. ومما قاله الحافظ عمر بن الحاجب في حقه أيضا قال: ما أظن الزمان يسمح بمثله، صعب أن تلاقي زيه، متواضع عند الخاصة والعامة حسن الاعتقاد ذو أمانة وحلم ووقار، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير، وصار في آخر عمره يقصده كل أحد، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نرى مثله وهو لم يرى مثل نفسه. وقال البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر. ليه؟ وقت ذكر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس. وقال عنه الحافظ الذهبي: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه إلى الله يعني، وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا إليه مواظبا على تلاوة القرآن مكررا لأنواع التعبد الليلية والنهارية، وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة. ده شيخ الإسلام ابن تيمية اللي بعضنا ما يعرفش عنه أو ما يعرفش يجيب عنه حاجة لما يجيب مثلا الفتوى في تكفير حد أو مش عارف. ابن تيمية كان ما يدخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرة. وقال يحيى ابن معاذ الرازي وبها نختم: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عن ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. يعني عايز أقولك أنت غافل عن الذكر، لو أنت سمعت صوت الأقلام وهي بتكتب اسمك اللي أنت ذكرت ربنا هتموت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الأمثلة كثيرة جدا، احنا خدنا بس كده ايه تلت الدرس، معانا تلتين نماذج وأمثلة سلفية في الاجتهاد في النوافل والسنن، وحختمها ببعض النماذج المعاصرة بإذن الله تعالى من بعض المشايخ الذين نعرفهم، نكمل ذلك الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.